يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر العلمي عن الآثار السورية والأضرار التي ألحقها بها الزلزال. نرحب بكل جهد شريف مخلص يقدم لنا أو يقدم لنا لمساعدتنا في تأهيل كوادرنا والكشف عن كنوزنا الحضارية. ندرك تماماً الضغوط التي مرست على الكثيرين من محبي سوريا والعقبات التي حالت دون استمرار تواجدهم فيها لمشاركتنا الدفاع عن تراثنا الإنساني العظيم. السياحة الثقافية هي العنوان الرئيسي لقطاع السياحة السوري. ما نملكه من كنوز حضارية وثقافية وتراثية وآثارية وأوابد، هذه الكنوز هي ملك البشرية جميعا. اليوم بعد كارثة الزلزال أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا للتدخل لكل المنظمات ولكل محبي سوريا ولكل محبي الثقافة والتراث والآثار في العالم للمساعدة، لمد يد العون ولكسر هذه العقوبات الجائرة واستعادة هذه الأوابد الأثرية. مؤتمر اليوم هو استثنائي وعلمي، فيه الكثير من الخبراء الرواد الذين شاركوا في تأسيس علم الآثار وكانوا من أوائل المنقبين في سوريا وفي مواقع مفتاحية ومفصلية في التاريخ السوري. معرض الصور على السور المتحف هو يعرض ما قامت به أو الإجراءات الحكومية، وزارة الثقافة تعرض في هذا المعرض ما قامت به من مشاريع ترميم مهمة جدا خلال فترة الحرب، وسيتجدد باستمرار وسنفتتحه هذا اليوم.